مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو. تفضلوا يا شباب لجوا. اوكي ركز روبن، ركز. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتكم روبن. فيديو اليوم راح اعمل ردة فعلي على اللاعب حكيم زياش، على مهارات حكيم زياش، على اهداف حكيم زياش. طبعا حكيم زياش انا شخصيا بعتبره يعني مظلوم اعلاميا. لاعب شفته ضد ريال مدريد قدم اداء رهيب وممتاز بصراحه، يعني لاعب يستحق انه يكون متواجد فريق اكبر من اياكس. اياكس اوكي فريق ممتاز، لكن حكيم زياش يعني لاعب ممتاز، وبتمنى انه اشوفه قريبا في فريق كبير كريال مدريد، برشلونه، سيتي، اي فريق كبير. بس قبل ما نبدأ بالفيديو يا شباب، اتمنى انكم تنزلوا لتحت تضغطوا على زر الاشتراك ولايك على السريع، وخلينا نبدأ بالفيديو. ليتس جو. اوكي يا شباب، طول الفيديو تقريبا 5 دقائق من قناة رافائيل. طبعا يا شباب انا ماني متابع للدوري الهولندي كثير، ف يعني ما اعرف اللاعب كثير، شفته بس ضد ريال مدريد قدم اداء ممتاز، هذا الشيء الوحيد اللي اعرفه عن اللاعب يعني. حلو 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 كبداية، حلو حلو الله. طبعا يا شباب رهيب في العادة يا الله. انا بصراحة يعني لما شفته ضد ريال مدريد انا استغربت يعني انه ليش هاللاعب يعني مو متواجد بفريق كبير. على ما اظن عيون الاندية الكبرى صارت عليه يعني بعد الاداء الرهيب اللي قدمه ضد ريال مدريد. شوف بس معلش اللي اذا في حدا مدريدي يشوف الفيديو، معلش يعني مو بيدي مون اللي منتجت الفيديو. لكن الهدف والله ممتاز كان ضد ريال مدريد، هو لانه بدأ الهجمة. حلو والله، سريع ان شاء الله. انا في اللاعب، في اي لاعب هجوم، الشيء اللي يعجبني الانهاء، اذا يكون حاسم هذا الشيء الوحيد اللي يعجبني. سرعه كمان ممتازه، لكن احب الانهاء، يعني احب اللاعب اللي ينهي صح. الله عليك المهارات، الله شكله لعيب، الله شكله لعيب. هو جناح صح، لانه يا اخي عنده مشكله بالعارضه، ما صلى ضربتين بالعارضة عم يجوا. الله عليك الله عليك. انا ضد بايرن ميونخ. حلو، اوه يا التكسير. تخيلوا يا شباب لو ريال مدريد يجيبه، والله يستاهل، ليش لا؟ لاعب سريع، شوفوا يعني التمريرات تبعه ما شاء الله حاسمه. خذ لك على الجول، ما جابها. التمريرات تبعه والله، التمريرات تبعه رهيبه، حتى ضد ريال مدريد شفناها. والله رهيب الجول، الجول عن جد رهيب. روح مراوغ كمان عنده حلو. وين فاول حبيبي؟ قميص الاياكس الاسود احلى من الابيض والاحمر، حسيت. الله 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 الله، خذ لك بس. والله رهيب، هذا يلعب جناح خط وسط، ما اشوفه في كل مراكز لهلا، يعني شايفه في 4 مراكز. الله عليك الله عليك. شوف 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 يا اخي، التسديدات عنده قويه. شوف التسديدات اللي بتجي الساحفه وسريعه، صعبه للحارس يصدها يعني. روح ضد فينيسيوس. شباب شو رايكم شيم نعمل فيديو مقارنه بين حكيم زياش وصلاح؟ هو اظن انه صلاح اكيد راح يكون افضل، لكن ما تعرفه. وحش 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 والله، حكيم زياش مظلوم يعني، لازم 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 فريق كبير ياخده يعني. ما شاء الله لهلا شايفه مهاري ومراوغ وعنده تسديدات من بعيد، يعني شيء رهيب. خذ لك بس على الانهاء، خذ لك بس على الانهاء ضد ريال مدريد، والله لعيب ضد بايرن ميونخ. الله والله عطاه واحدة، عطاه واحدة يا شباب، والله عطاه واحدة من رجله. حلو حلو والله، وحش والله، وحش والله، وحش. انا عجبني كثير كثير، عجبني يا شباب والله، وحش يا شباب. انا كثير عجبني اللاعب، يعني
حكيت لكم مظلوم انا شفته لما ضد ريال مدريد كيف كان اداؤه كان رهيب عن جد، يعني كان مستوى المهارات عنده كانت عن جد يعني شيء مو طبيعي. حسيت قدم اداء ممتاز ضد ريال مدريد، وبصراحه يعني حسب الشيء اللي شفته بالفيديو لاعب يعني كبير، يعني لعيب يعرف يلعب. فبتمنى انه فريق كبير برشلونه ريال مدريد عن جد يعني يستحق انه يكون متواجد فريق كبير. قبل ما ننهي الفيديو يا شباب، بتمنى انكم تساعدوني في شيء وحيد صغير، يعني انا تقريبا كل يوم بنشر فيديو، فبتمنى انكم تساعدوني تعطوني افكار للفيديوهات. اذا حابين ترسلوا لي الفيديوهات على انستغرام سناب شات اي شيء موجود الروابط تحت في صندوق الوصف. وبس يا شباب، هيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم، وشكرا. ما عاد اعرف شو بدي احكي هسه. اشوفكم ان شاء الله بعدين. بيس. New shit.